مجموعة ناحية اليمين 2 ضد 2، وبيبقى في واحد الزيادة اللي هو بيبقى من ورا خالص، اللي هو بيبقى في السيرد باك ناحية اليمين، وكمان الديفندر ناحية اليمين اللي كان بيبقى مهند أو محمد رزق. فالنهاردة نجاح فرقة الأسيوطي في الحفاظ عن المرمى بتاعهم، رغم إن النادي الأهلي النهاردة ما عملش هجمات كتيرة مميزة زي الماتشات اللي فاتت كلها، علشان حتة الوقفة الفلات اللي كانوا واقفينها فرقة الأسيوطي. كابتن ربيع اتكلم على المقاولين، لما جه الأجوان بتاعت المقاولين كابتن ربيع قال إيه عليها؟ قال لك العرجلة الدفاعية، ودي حقيقة. لا، فرقة الأسيوطي واقفة، كل واحد قدام واحد، لما الكرة بتبقى من ناحية بينزل اتنين اللي على الطرف، واحد بيدخل جوه وواحد بينزل كباك ليفت لو الهجمة عليه من ناحية اليمين، والعكس صحيح لما الهجمة بتبقى عليه. علشان كده نجاح النهاردة فرقة الأسيوطي في احتفاظ بالكرة في وسط الملعب، الاتنين اللي هم الديفندرات في الأهلي كان الأسيوطي أقوى منهم، لأن الأسيوطي مطالب منهم مدافعين بس، يعني مش بتكلم أقوى فنيا قوي، لكن أنا بكلمك على الأهداف. هنا الهدف الأسيوطي أنه يمنع النادي الأهلي يجيب جون بدري ويجيب نتيجة كبيرة قوي، والنادي الأهلي نص الملعب بتاعه بيعمل الوظيفتين، الهجوم والدفاع والتوازن، لكن لما انت بتدافع بتبقى اسهل عندك من حته ايه انك بتدافع وتهاجم، والحته كمان اللي انت مطالب منك انك دايما تبقى انت إيه؟